مشاهدينا الكرام، الوقت لا ينتظر في إثيوبيا، وتنمية شعبها حق مقدس لا يمكن التنازل عنه. حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم السيادة. تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم السيادة. يسرني في هذه الحلقة أن أستضيف معي الدكتور محمد سعيد، المؤرخ والباحث في التاريخ الثقافي والاقتصادي ومؤسس أقسام اللغة العربية في العديد من الجامعات الإثيوبية، أحد أبرز الناشطين الفاعلين في المجتمع الإثيوبي في العديد من المجالات، أبرزها مجال التعليم والثقافة. حياك الله دكتور محمد. مرحبا بكم، سعدنا باستضافتكم. وأنا كذلك أشكر على استضافتكم في هذا المنبر الفريد. حياك الله يا دكتور. كما يسرني أن أستضيف معي الأستاذ حسن أحمد بعقاي، الناشط الإعلامي الإثيوبي. حياك الله أستاذ حسن. أهلا وسهلا ومرحبا وشكرا على هذه الاستضافة الجميلة. مرحبا بكم دكتور محمد. أخيرا استطاع برنامج السيادة أن يخرجك من تحفظاتك بما يخص ظهورك على وسائل الإعلام للحديث عن الأوضاع الراهنة. لنا الشرف في ذلك يا دكتور محمد. قبل أن نبدأ الحوار، ما سر تحفظاتك في الظهور على القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة؟ طيب، سؤال جميل جدا. نعم، كنت أنتظر هذا الوقت، وكنت أدخر نفسي لمثل هذه الأوقات التي تكون فيها البلد في حاجة ماسة إلى أمثالي. والبلد كما تعلم الآن في قضية سد النهضة، الذي يعتبر رمز لوحدة هذه البلاد ورمز يجمع ويحتضن كل أطياف الإثيوبيين، يتعرض لهجمات إعلامية مكثفة من الأطراف متعددة، وفي غياب الرد الإعلامي الإثيوبي باللغة العربية شوهت سمعة هذه البلاد لدى المستمع والمشاهد العربي والقارئ العربي. في غياب الرد الإعلامي وفي غياب الرد البحثي كذلك في هذا المجال، أن إثيوبيا تم تشويهها وتم تشويه سمعتها لدى العالم العربي وكذلك لدى المستمعين باللغة العربية في العالم الإسلامي. هنا أجد نفسي مضطرا أن أدافع عن هذه البلاد بصفة مواطن لهذه البلاد وبصفة كذلك مدافع عن الحق. إثيوبيا لها كل الحق في بناء سد النهضة. ليس من المعقول وليس من المقبول حتى لا في القوانين الأرضية ولا في التشريعات السماوية حتى ولا في المنطق، أن لا تستخدم ماء ينبع من أرضك وفي الوقت نفسه شعبك يعيش في فقر مدقئ وفي ظلام دامس. أي منطق يقبل هذا؟ فلذلك هذا الحق الطبيعي وهذا الحق الشرعي في غياب، كما ذكرت لك، في غياب الرد الإثيوبي في وسائل الإعلام العربي، أصبحت المزاعم والأكاذيب التي تروجها وسائل الإعلام الأخرى كحقائق تم صياغة عقلية المستمع العربي وتم على تقبل هذا المنطق المغاير، وكذلك وتم خلق صورة ذهنية مشوهة لهذا البلد، للمجتمع الإثيوبي والدولة الإثيوبية. وإثيوبيا كل من عنده أدنى احتكاك ثقافي بتاريخ هذا البلد، إثيوبيا في قمة الحضارة، إثيوبيا في أرض صدق، إثيوبيا هي التي دافعت عن نصارى نجران
وقد سجل لها القرآن الكريم في قصة مشهورة في سورة البروج، وكذلك هي التي استضافت واحتضنت المهاجرين الذين ضيقت بهم والذين اضطهدوا في دينهم. إلى أين هاجروا؟ يعني مواقفهم عظيمة، عظيمة جدا. إثيوبيا حتى عندما كانت تدين بالديانة الوثنية قبل دخول الديانة السماوية لها صفحات مشرقة في الإصلاح بدول الجوار. كان هناك صراع بين بني هشام وبني أمية قبل الإسلام، قبل الإسلام، فكانت الحرب تأخذ الأخضر واليابس. فاحتكم زعماء هذه القبائل إلى ملك الحبشة فأصلح بينهم ورجعوا لي. هذا قبل أن تعتنق الديانات السماوية. فلذلك هذه البلاد لها موقع مكانة عظيمة جدا، مكانة عظيمة جدا في المجتمع الدولي. إثيوبيا نعم نعم. أنت الآن طبعا ما سجله التاريخ لهذه البلاد حقيقة يكتب بماء الذهب. مع ذلك الإعلام في الآونة الأخيرة، بعض الإعلام، وسائل الإعلام المصرية الآن حاولت أن تشوه سمعة هذا البلد، أن تعطي صورة نمطية مخالفة لما هي عليه إثيوبيا جدا. وطبعا استطاعت أن تكون صياغة إلى حد ما. مع ذلك لكن من عنده أدنى احتكاك ثقافي بتاريخ وسيرة هذه البلاد، هذا الكم الزخم الإعلامي لا تجد له أي ردود فعل في كذا. لكن يعني ممكن أقول نقطة هنا بالنسبة للمشاهد العربي، طبعا كونت كما ذكرت صورة ذهنية غير جيدة لا تليق بهذه البلاد. أما هذا الإعلام بالنسبة لإثيوبيا، طبعا الإثيوبيين ليسوا في حاجة إلى الرد لكل ما يقال أو يكتب، بل يعتبرون هذا كجسرا تحت أقدامهم ليمدوا قدما نحو الازدهار الحضاري والدفاع عن الوطن، عن الوطن وانتشال شعبهم من هذا الفقر المدقي ومن هذا الظلام الدامس. بمعنى أن إثيوبيا لديها ثقل تاريخي واجتماعي لا يمكن تغافله أو تجاهله مهما حاولوا من خلال هذه الممارسات، وهذا الدور يعود إلى الكوادر الإثيوبية وإلى الشعب الإثيوبي. طيب يا دكتور، ما أهمية الإعلام الخارجي لإثيوبيا خاصة بشقه العربي؟ طبعا إثيوبيا ما تتبوأه في المجتمع الدولي وفي المجتمع الإقليمي كما تعرف مكانة عالية جدا مرموق. فما نجده الآن في وسائل الإعلام الإثيوبي باللغة العربية لا يستحق أصلا إلى الذكر، يعني لا يستحق الذكر، يكاد يكون معدما. هناك إعلام رسمي بالتلفزيون الإثيوبي القسم العربي، لكن كان يبث لمدة نصف ساعة يوميا، نصف ساعة، وهي أخبار وبعدها يعني أغاني، لا تقدم صورة إعلامية، ليست مواكبة للحدث جدا. وليس هذا الإعلام يستجذب المستثمرين وفرص الاستثمار في إثيوبيا، كل هذا يعني غير مندرج في برنامجه إذن. لكن يقدم إلى حد ما يعني برنامج لا ما أمكن حسب الاستطاعة لا بأس. لكن بالمقارنة مع الإعلام العربي تجاه إثيوبيا والإعلام الإثيوبي باللغة العربية أصلا لا يمكن المقارنة بينهما أبدا، لا يمكن المقارنة. لكن في إثيوبيا فيما يخص أي نقاط لو توضح لنا باختصار؟ فيما يخص مثلا أن بناء رؤية إثيوبية تجاه
تجاه سد النهضة لو على أن الوقت والمصالح الإثيوبية العليا وصفحاتها البيضاء في التاريخ أيضا، أن هذه البلاد لا تجد في أي صفحة من صفحات التاريخ أنها آذت طرفا آخر أو دول الجوار، غير أنها تحتضن المستضعفين وتدافع عن مسائل وتؤويهم، عندما يطلب منها التدخل تدخل مثل كطرف خير أيضاً. نعم. لذلك صفحاتها كلها تشهد لها بكل صدق وأمانة أن هذه البلاد كما وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم إنها أرض صدق. ومؤخرا كما تعلم يا دكتور يعني بلادنا ساعدت في الكثير وساهمت في الكثير من تقريب وجهات النظر التي قامت بها مؤخرا بين العديد من الأطراف المتصارعة في المنطقة في القارة الإفريقية. نجد أن هناك تحركات على أعلى المستويات. نحن نعلم أن الدكتور أبي أحمد ساهم في حل العديد من النزاعات، أبرزها نزاع كينيا ونزاع السودان، ورأينا كيف أن إثيوبيا نجحت بجدارة وامتياز في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتصارعين. دكتور محمد، لو سألتك بما يتعلق بسد النهضة، هل استفادت القاهرة من غياب إثيوبيا إعلاميا في تمرير بعض المعلومات المغلوطة عن بلادنا، وإلى أي حد استفادت من هذه النقطة؟ نعم، هذا ما ذكرناه سابقا، يعني نجحت نجاحا كبيرا جدا في غسل دماغ المستمع العربي بأن إثيوبيا فعلا أنها تعادي وأنها لها نية لتعطيش وتجويع المجتمع المصري، بالعكس أن إثيوبيا تكن كل الاحترام والتقدير للشعب المصري، أشقاؤنا المصريين وأشقاؤنا السودانيين العقلاء منهم يدركون ذلك بما لا يدع مجال للشك. فآلاف السنين مصر تتلقى هذا النوع من تدفع المياه وإثيوبيا ليس لها أي اعتراض في ذلك. نعم، إذن لماذا يريدون أن يحرموا إثيوبيا من استفادتها من مياه النيل رغم أنها دولة منبع؟ نعم، هذا هو اللغز الذي الآن لا نفهمه. فإثيوبيا أنت تعرف الآن الوشائج والروابط الاجتماعية والثقافية والدينية بين إثيوبيا وبين مصر قدم التاريخ، ومصر كانت بمثابة منهل للدين النصراني وكذلك للدين الإسلامي، والكنيسة الأرثوذكسية المصرية الإسكندرية كانت بمثابة أم للكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية في إثيوبيا، وكذلك الأزهر الشريف برواقه الجبرتية، هذا معروف جدا، وهي كانت تغذي مجتمعنا الإثيوبي بما يحتاجه من الغذاء الروحي، وإثيوبيا تمدهم بغذائها كذلك بمائها وبأنهارها النيل. وهذا كان ينبغي أن يكون هذا النيل مصدر خير، كان ينبغي أن يكون هناك مواقف إيجابية، مواقف تعاونية، ينبغي أن يسود العلاقات المصرية الإثيوبية في هذا المجال. لكن فجأة إثيوبيا عندما أدركت أن شعبها يعيش في فقر ملك، يعني نحن لا نطالب أن نوجه الناس إلى أن يذهبوا إلى القرى النائية ليبحثوا كيف يعيش الإثيوبيون، يكفي هنا في أديس، اذهب إلى، لو تسلقت جبل انطوطو باتجاه جبل انطوطو تجد أن هناك عجائز، نساء عجائز يحملن بظهرهم ما تحمله الحمير. ألا يرون ذلك؟ نعم. وكيف يتسنى ويعقل أن يموت إثيوبي عطشا والماء يجري بين يديه؟ هذا ليس من الماء، وهذا هو اللغز الذي لا نفهمه، وهذا الزخم الإعلامي الذي يشن ضد إثيوبيا أصبح لغز، وأحيانا أنا لا أعرف. هذا كان ينبغي أن يكون مصدر خير،
وإثيوبيا لم تقول في مشروعها سد النهضة أنها ستجوّ وتعطش وأنها ستمنع أبدا، هذا لتوليد الكهرباء. أكثر من مرة ذكرت مسؤولون أكدوا ذلك، فنيون من دول الثلاث قاموا بهذا الشيء، مجرد توليد الكهرباء لا غيره. هنا أسألك يا دكتور محمد، الموقف الإثيوبي ولجنة الخبراء الدولية والمجتمع الدولي كذلك يعلم تماما بأن سد النهضة إنما كان لتوليد الطاقة، لماذا يصور بعض الأشقاء في جمهورية مصر على أن هذا السد لاستهلاك المياه وحرمان المصريين والسودانيين منه؟ لماذا يؤكدون على هذه النقطة؟ هل هو من باب التضليل المستمر المتعمد على الشعوب الأفريقية، أم هو أم وراء الأكمة ما وراءها؟ يبدو لي أن هذه القضية تم تسييسها وتدويلها وإخراجها في إطارها التنموي، قد يكون هذا للاستهلاك الشعبي لتحقيق مكاسب سياسية، ولكنها كانت سياسة متبعة لدى الحكومات المتعاقبة على جمهورية مصر. سد النهضة لتحقيق مصالح سياسية، وربما إذا كانت الحكومة ترى من هذا النهر مثلا الاستفادة من لبقاء وضمان استمراريتها في الحكم لا ندري، لكن هذا ما كان ينبغي أن يروج بهذا الشكل، وهذا حقيقة لا يليق بالعلاقات المصرية الإثيوبية المزدهرة التي ينبغي أن نعيد النظر إليها. لديها ثوابت قوية. نعم، وينبغي أن لا يتم تضليل هذا الشعب. نعم. نحن ما زلنا نكن كل الاحترام والتقدير لأشقائنا المصريين، ونوجه نداءنا من هذا المنبر أن علماء والباحثين والمؤرخين والإعلاميين وخاصة الإعلاميين، بعض الإعلاميين حقيقة يعني يقومون خارج مهنتهم الصحفية، أنا مع الأسف الشديد ما يذكرونه حتى يعني عبارات أنا أستحي أن أذكرها في مثل هذا المنبر. يعني تقصد يعني إعلاميين إثيوبيين أو لا 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 مصريين؟ إعلاميين بعض الإعلاميين المصريين والنشطاء حقيقة يعني يمس حتى في شخصية. نتفاجأ بمثل هذه المسارات العدائية التي يتبناها البعض هناك. لا. دكتور محمد، هل هناك سياسة متبعة لدى جمهورية مصر العربية، أتحدث هنا عن السياسات المتعاقبة بكافة مراحلها، هل هناك سياسة تعمد وتهدف إلى أن تكون إثيوبيا في هوامش الدول، أن تكون إثيوبيا فقيرة، دولة لا تأثير لها، دولة تمنع من ممارسة دورها الحقيقي في القارة الإفريقية؟ هل هذه السياسة نستطيع أن نقول أن هذه السياسة متبعة لدى صناع القرار المصريين السابقين والمعاصرين؟ عندما نسمع من خلال وسائل الإعلام المصرية فعلا هذا الزخم الإعلامي لتضليل المجتمع العربي والشعب المصري بأن إثيوبيا لها مواقف عدائية تجاه مصر من خلال هذا السد النهضة، هذا يعني لا يتناسب مع ما تقوم به هذه البلاد. يعني ليس سرا فقر هذا الشعب، ليس سرا أن أكثر من 60% من سكان هذا الشعب يعيش في ظلام دامس، ليس سرا حتى العلماء ربما المؤرخين والكتاب والباحثين المصريين قد يعرفون ذلك. يعني طيب، إذا كانت إثيوبيا تريد أن تنتشل شعبها و تخرجه من هذا الفقر نحو الازدهار الحضاري والرخاء الاقتصادي، إذا كان هذا يجعلها متهمة بأنها تكون لها موقف عدائي، إذا هذا معناه أن الطرف الآخر لا يريد لهذه البلاد التنمية، لا يريد لهذه البلاد أن تتقدم نحو الازدهار. ربما إذا كان هذا السياسة متبعة لدى المصريين
فهذا خطأ كبير جدا، ما مصلحتهم غير مقبولا شرعا وكذلك قانونا ومنطقيا. يعني ما مصلحتهم في ذلك فيما لو صح هذا الاعتبار؟ لا أظن، إذا يعني كيف تستفيد مصر مع أن هذا النيل يتسع للجميع، هذا النيل يتسع في الجميع، ليس لإثيوبيا والسودان ومصر وإنما حتى لغير هذه الدول الثلاث يتسع. لذلك ماذا تجني من تهميش إثيوبيا وممانعة من حقها الطبيعي في ذلك؟ وهذا لا أدري ماذا تستفيد منه هذه البلاد، لكن إثيوبيا الآن مصممة أنها لابد أن تستفيد من موارها الطبيعية التي يضمن لها القانون الدولي وكذلك الشرائع السماوية كذلك. فلذلك الآن لا رجعة، لأن هذا السد أصبح رمزا تكالبت عليه القوة أخرى لإيقافه، ولكن مستحيل أن نقف، لأن كل إثيوبيين ساهموا ووضعوا بصماتهم في هذا، ولن يسمح تقريبا الشعب الإثيوبي كذلك لأي قوة تحكم البلد أن تتنازل عن هذا الماء، لأن هذا خلاص يعني الشعب الإثيوبي، الشعب الإثيوبي لن يتسامح حتى التاريخ لا يسامح. الآن أنا حقيقة أتألم مثلما يذكر الرئيس الوزراء الإثيوبي في كل تقديمها الآن في التلفزيون العجائز كذا، أنا بأمي أيني، وربما أنتم شاهدتم هذا. الآن لو ذهبنا إلى إنطوطو والله تحمل العجائز ما تحمله البهائم، يعني من حجم، كيف إذن أن نقبل هذا؟ ثم بعد ذلك هذا المصدر، طبعا الماء ينبع من بلدنا، ثم بموارد مالية إثيوبية، بكوادر إثيوبية، بأموال إثيوبية، وبأرض إثيوبي يعمل هذا الشيء. أنا لا أدري وكيف حتى يستطيع الإعلام المصري أن يشوه وأن يمانع عن هذا. طبعا هم يقولون أن نحن لسنا ممانعين لتنمية إثيوبيا وازدهارها، لكن بطريقة غير مباشرة يعرقلون ويضعون المعوقات في كل التفاوض التي قامت بها إثيوبيا، وما زالت إثيوبيا تؤكد حسن نواياها، ما زالت تؤكد. إذا كان الطرف الآخر مصرا فعلى إثيوبيا المضي قدما لتجسد هذا المشروع على أرض الواقع، ثم تثبت من خلال الواقع يشهد لها بكل صدق وأمانة أن هذا السد لم يبنى لإضرار بالآخرين. يعني بعدما يتجسد على أرض الواقع ومصر تجد والسودان تجد أن هذا الماء لا يزال يصب إليها، فلذلك يعني لا بد من إثباته بتحقيق. في مفاوضات التي عرفت باتفاق التي تمخضت عنها اتفاقية إعلان المبادئ، كلنا سمعنا كيف تحدث الرئيس، رئيس الجمهورية المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحدث حول أن القاهرة ليس لديها أي أزمة مع إثيوبيا، ورأينا كيف هذا الاحتفاء آنذاك، ورأينا كيف أن هناك، يعني ربما ظن البعض أن هناك توجه من القيادة المصرية في لملمة هذا الأمر بطريقة حكيمة. ما الذي تغير بعد ذلك ورأينا أن كل ما يصدر من الأشقاء في جمهورية مصر يخالف ما تحدث به الرئيس عبد الفتاح السيسي وكذلك ما توافقوا عليه في اتفاقية إعلان المبادئ؟ اليوم نشاهد أن الجانب المصري لجأ إلى العديد من الأطراف الدولية، نجد أنه تحرك على مستوى واسع لاستقطاب القوى الدولية للتدخل في الشؤون الإثيوبية. كيف نستطيع أن نقارن؟ وهل يكفي أن يتحدث مسؤول مصر عن هذه الأزمة ويقولون أننا مع تنمية إثيوبيا؟ طبعا إثيوبيا تستمد شرعية ما تقوم به من حقوقها التاريخية ومن المنطق ومن كل أمر تستند إليه، وهو أمر طبيعي تمارسه أي دولة في سيادتها، ولكن كيف نجمع بين الإرادة السياسية
التي يتحدث عنها الرئيس السيسي ويتحدث عن بعض صناع القرار هناك، ونقارن ما يفعل اليوم يحدث اليوم على أرض الواقع من هذه الاضطرابات. نعم، طبعا أنا الآن لست مطلع على ما تم الاتفاق عليه سنة 2015 في الخرطوم إعلان المبادئ، لكن مما سمعناه عبر وسائل الإعلام أن الدول الثلاث وقعوا على اتفاقية إعلان المبادئ يعني، وبناء على ذلك إثيوبيا تعمل الآن. ولماذا تغير موقف مصر بعد ذلك؟ ربما هذه المفاوضون المصريون دائما مثل ما يتهموننا الآن في الإعلام العربي التعنت الإثيوبي وكذا، يعني هذا إسقاط، أنا أسمي هذا إسقاط، كان ينبغي هذا يقوله الطرف الإثيوبي يعني. فتعنت الإثيوبي، أي تعنت الإثيوبي؟ بالعكس، والصحيح والعكس هو الصحيح. فلذلك كلما أوشكوا على اتفاقية وإنهاء الموضوع يأتي المفاوض المصري بشيء آخر أيضا، وهكذا يعني ويربك المفاوضات، يربك ويعطل ويجعله ويشل المفاوضات. فلذلك يعني سئمت إثيوبيا حقيقة من هذا، وكان من الأجدر أيضا من تدويل هذه القضية إلى إعادتها إذا استفحل الأمر إلى الملف الإفريقي، فالإفريقية للإفريقيين. نحن نعلم يا دكتور أن يبدو أن الاتحاد الإفريقي تبنى هذه الرؤية ودخل في خط الأزمة على سبيل تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة. نحن نعلم أن هناك جهود مكثفة تجرى بهذا الشأن في الاتحاد الإفريقي. القاهرة لجأت، قبل أن نتطرق إلى موضوع الاتحاد الإفريقي، نحن نعلم أن القاهرة رجعت إلى جامعة الدول العربية، وكذلك مجلس الأمن الدولي، وكذلك واشنطن. إلى أي حد استفادت القاهرة من هذه الضغوطات واستقطاب القوى الدولية لمناقشة المسائل الإفريقية؟ طبعا الآن لا يعني لا أظن أن القاهرة استفادت من تدويل هذه القضية، سواء كان إلى جامعة الدول العربية أو إلى المجلس، إلى أمريكا أيضا، لأمريكا وغيرها من الدول غير القارة الإفريقية. فكان من الأجدر يعني، أنا أعتبر أن هذا التدويل والذهاب هذا القفز خارج محيطها الإقليمي ألا يعتبر أن هذا إهانة بالنسبة لقارتنا الإفريقية التي بيدها كل الحل؟ طبعا الاتفاقيات التي الآن يقال أنها سنة 1929 و59 بمن تم اتفاقها؟ يعني هذا هو الذي أربك على أساس أن الدول الاستعمارية هي التي أشرفت على هذا. طيب أنت تعيد الملف مرة أخرى إلى الدول خارج محيطك الإقليمي، أنا يعني أعتبر أن هذا يعني أمر مرفوض وإهانة بالنسبة لأن الأفارقة يعني غير قادرين على حل قضايا ومشاكل إفريقية قارتهم. فلذلك يعني لا أظن أنها استفادت من هذا، فلا بد أن يتبنى كذلك الاتحاد الإفريقي. إذا كان الآن تبنى لتقريب وجهة النظر فهذا هو، وإن تأخر فهذا هو الطريق الصحيح، فهو وضع قدمه يعني في طريق صحيح. وعلى الدول الثلاث كذلك ألا تخرج من ملفها من قارتنا، فعلينا أن نحترم قارتنا السمراء. فلذلك يعني أنا أتوقع يعني أرجو أن يكون هناك حلا لهذه الأزمة التي استفحلت وأربكت الجميع من خلال البيت الأفريقي. الأفريقي الأفارقة اليوم يتحدثون أن هذه المسألة يجب إيجاد حلول أفريقية للمشكلات الأفريقية، وهذا ما صرح به مؤخرا السيد موسى فكي رئيس المفوضية الإفريقية. إلى أي مدى ربما تؤثر هذه الدعوة، وإلى أي مدى ربما
ننجح في تجاوز هذه الأزمة من خلال البيت الإفريقي؟ وهل الآمال اليوم تعول على هذه المظلة الإفريقية؟ نعم، أنا أؤول ومتفائل جدا، وأتوقع أن البيت الإفريقي هو قادر على حل المشاكل الإفريقية. فلذلك ينبغي أن تعمل إثيوبيا كذلك، الإعلام الإثيوبي كذلك، والدبلوماسية الإثيوبية في تقديم الملف إلى الاتحاد الإفريقي، أن يعمل الإعلام كذلك موجها دعوته إلى العالم الإفريقي، إلى القارة الإفريقية. فالقارة الإفريقية والاتحاد الإفريقي أنا في اعتقادي أنه قادر على حل هذه الأزمة وتقريب وجهات النظر فيما بينها، إلا إذا أصرت مصر كذلك في تدويل القضية وإخراجها مرة أخرى كذا. فلذلك يجب أن يكون هناك، إلى أين يمكنها أن تدول؟ اعتبار الاتحاد الإفريقي مرجعية لحل مشكلتنا الأفارقة، مشاكل الأفارقة. إلى أي مدى يمكن أن تدول القاهرة؟ نحن نعلم أن مجلس الأمن ذكر بأن الحوار هو الحل الوحيد، وكذلك واشنطن تؤكد، رغم بعض الآراء في البيت الأبيض ولدى صناع القرار الأمريكيين. أنت تعلم أنه مؤخرا وجه عدد من سفراء ومساعدي وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية رسالة إلى دولتهم بأن تتبنى الحياد في هذه القضية، في أزمة سد النهضة، وحذروا وأبدوا قلقهم عن تزايد الاضطرابات والتوترات بين مصر وإثيوبيا. نحن نعلم أن هناك ضغوطا لا تخفى على أحد من الجانب الأمريكي في هذه القضية، مما سماه بعض المراقبين انحيازا واضحا للموقف المصري. ولكن إلى أي مدى هذا الانحياز؟ أهو انحياز عرضي من قبل بعض النافذين في الولايات المتحدة الأمريكية، أم هو ما تسير عليه السياسة الأمريكية؟ طبعا الحوار هو المبدأ الأساسي بالنسبة للسياسة الإثيوبية. ما زالت حكومتنا تؤكد مرة ومرارا بأن الحوار هو الحل الوحيد، غير الحوار لا تستفيد منه الدول الأخرى. أما الانحياز، انحيازات التي تبديه بعض القوى السياسية، نحن نؤكد من هذا المنبر أن إثيوبيا لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون كبش الفداء لمطامح وتحقيق مصالحها الخاصة. فلا يمكن اعتبار إثيوبيا للصفقات ما وراء الستار وتحت الطاولة من خلال ممارسة الضغوط على إثيوبيا. فإثيوبيا حقيقة هذه موقفها متوازن، متوازن، وليس لها أي إضرار بأي طرف من الأطراف. إنها طرف شرعي، مطلب شرعي، مطلب طبيعي، تريد أن تستفيد من مائها الذي ينبع من أرضها، وتريد أن تنهض بشعبها نحو الازدهار، وكذلك نحو انتشال، أولا انتشالها من فقرها المدقع. يعني أنت تعرف ما تتبوأ هذه البلاد من حيث الفقر، يعني متأخرة، متخلفة جدا. يتحدثون يا دكتور هناك في مصر عندما نقول لهم ألا تشاهدون، هم يتحدثون عن الحصص التاريخية وأن مصر تعاني من الفقر المائي، رغم أنها لا تعاني من الفقر المائي باعتقادي، اسمح لي أخرج قليلا عن عباءة الإعلام، لكن هم يتحدثون أن هناك فقر مائي لدى مصر، بينما يراه بعض المراقبين أن هناك سوء لاستغلال الموارد المائية التي حباها الله لمصر. على سبيل المثال، خزان الصخر النوبي الرملي يذكر، يعني يذكر هذا ما يذكره ويؤكده خبراؤهم، أن هذه المياه التي تمتد على الصحراء الغربية والشرقية ربما
تكفي مصر لأكثر من 500 عام. لديهم العديد من الموارد المائية التي يمكن أن يستفيدوا منها، ولكن عندما نتحدث ونقول لهم بأن إثيوبيا تحتاج هذه المياه لتوليد الطاقة ومن ثم إعادة جريانها مرة أخرى، يصرون على أن القاهرة لديها فقر مائي. وعندما نقول لهم لدينا الشعب محروم من الكهرباء والطاقة لا يلتفتون إلى هذا الأمر إلا بمجرد التصريحات. كيف يمكن أن نقارن بين الرؤية المصرية وبين الرؤية الإثيوبية في تحقيق الحياة الكريمة لمواطنيها؟ أنا أعتقد أن هذه المزائم يكذبها التاريخ. نحن نرى خلال الفترات التاريخ لم نسمع أن شعب مصر حصل له جفاف ومجاعة، لم نسمع هذا، حصل له مجاعة ومات إثرها يعني الحمد لله والحمد لله وهم في نعمة، ونسأل الله أن يديم عليهم هذه النعمة، وليس لدينا أدنى شيء ومثقالا ذرة من الحسد في هذا، بل بالعكس إثيوبيا تفخر بعطائها، تفخر بأن ما يصدر منها أصبح مصدر خير، مصدر عيش للجميع. نعم، والتاريخ هكذا يثبت أنها أن مصر لم تجوع، أن مصر لم تصاب بالجفاف، في حين أن إثيوبيا أكثر من مرة حتى في عمرنا كم مرة حصل الجفاف وكم مات من الإثيوبيين بالعطش والماء يجري بين يديه. يعني هذا يعني مؤلم جدا، هذا مؤلم جدا. فأرجو أن يستمع المشاهد العربي أن سنة 2008 تقريبا بالتاريخ الإثيوبي 77 تقريبا، هذا كان جفاف في المناطق الشمالية، كنا ندفن 7-8 في مقابر واحدة، كل ذلك بالعطش. في 2008 في 1980 تقريبا 1980 حوالي هذا، يعني بالتقويم الإثيوبي 77 في المناطق الشمالية كان هناك مجاعة. وفي كل مرة الآن ما تسمعه في المناطق الشرقية ما تتعرض له من الجفاف، يعني لذلك هذا النوع من الجفاف لم نسمع. أنا لو قلبت صفحات تاريخ مصر لم أسمع أن مصر تعرضت للجفاف ومات إثرها يعني شعب كذا وكذا، بالعدد كبير بالألاف توفي في إثيوبيا يعني. فلذلك ما أعتبر أن هذه مزاعم. ثم الخبراء كما ذكرت كما تفضلت ما يؤكدونه حتى في استخدام المياه، ما يتبخر من استخدام غير الجيد، ما يتبخره هو أكثر مما تحاول إثيوبيا أن تختزنه الآن كذا. أكثر من 10 مليارات متر مكعب تهدر عبر التبخر لدى خزانات السد العالي في القاهرة. أيوة، هذا يعني ما يؤكده الخبراء، وأنا أرجو أن يتم استضافة الخبراء ليؤكدوا ويترجم بالتأكيد. لهم بالتأكيد. طيب دكتور محمد، حالة الاحتقان الشعبي، ما من الذي يقف خلف هذا الاحتقان المتزايد؟ هل هي وسائل الإعلام المصرية أم هي وسائل الإعلام الإثيوبية؟ وسائل الإعلام المصرية تتبنى سياسة ربما يمكن وصفها بالهجومية، بينما تتبنى السياسة الإثيوبية الإعلامية السياسة الدفاعية عن الحقوق وتوضيح المواقف بشكل واضح وشفاف. إذن ما هي مسببات هذا الاحتقان الشعبي ومن الذي يقف وراءه؟ نعم، أنا كما ذكرت سابقا أن الإعلام المصري وكذلك القائمون بسياسة مصر المسؤولون انتهجوا نهجا عدائيا، نهج يتبنى تشويه صورة هذه البلاد. ونحن نتأكد الآن في أي وقت من الأوقات لم يسبق له مثيل أن الإثيوبيين فعلا تأججت فيهم المشاعر الوطنية، وما فعله الإعلام المصري هو أنه أجج المشاعر الوطنية الإثيوبية وأنهم وحدوا صفوفهم تجاه سد النهضة، وهذا من فوائد الإعلام المصري بالنسبة لنا. بالنسبة للإثيوبيين وحد صفوفهم وجمع كلمتهم
وأجج مشاعرهم الوطنية التي لم تكن موجودة سابقا من لذلك. لكن كما ذكرت لك هذا الإعلام والإثيوبيين مصممون للمضي قدما نحو التنمية، نحو النهضة، لذلك ممكن يجعلونه جسرا تحت أقدامهم ليبنوا حضارتهم، ليبنوا ازدهارهم، وكذلك ينتشل شعبهم من الفقر. فإذا فالإعلام المصري والساسة المصريين حقيقة المنهج أو الطريقة التي نهجوها هي التي الآن جعلت الأزمة تستفحل، وخوفت المصريين بأن حتى أنا مرة قبل 3 أو 4 سنوات يعني في إعلام من وسائل الإعلام العربي استضافوا أحد السودانيين وكنت أستمع إليه بأن سد النهضة سيجعل السودانيين والمصريين بحيث لم تصل إليهم قطرة ماء. يا سبحان الله، يعني هذا النوع من الإعلام هو الذي أثار وأثار بلبلة ومخاوف. إذن هذا لم تستفيد به مصر، وهذا قبل 4 سنوات. الآن يتغنون يا دكتور بإحدى الشخصيات في بعض القنوات الإعلامية يريدون أن يبرزوا أن السودان ضد إثيوبيا، بينما السودان يعني يبحث عن مصالحه. أرادوا استغلال بعض الأطراف وأسموهم بالخبير الدولي وأسموهم بهذه المسميات الفضفاضة، وأرادوا أن يسقطوا على الشعوب الإفريقية عبر هذه الممارسات الخاطئة. يستضيفون أشخاص، نحن لا ندخل في النوايا، ولكن يستضيفون أشخاصا يتحدثون بأمور يعرف الجميع أنها مغلوطة، وكثير من المراقبين أيضا يذكرون حتى من السودانيين يتحدثون بأن هؤلاء الأشخاص لا يمثلون السودان في حديثهم، ربما يعبرون عن آرائهم، ولكنهم حاولوا استخدام هذه الأصوات السودانية لتشويه الموقف السوداني. ألا يعد ذلك عملا غير أخلاقي؟ طبعا أنا أتحدث هنا عن بعض وسائل الإعلام التي تأتي بمن تسميه ظلما وجورا وافتراء وبهتانا، تسميه بالخبير المائي أو خبير القانون الدولي، ويتحدث بما يحرض الشعوب. يتحدث أحدهم ويقول أن ملء الخزان وقيام سد النهضة إعلان حرب على السودان، إعلان حرب. يتحدثون بهذه اللغة التي لا تتواءم ولا تتناسب مع عقليات المشاهدين الذين يتابعون هذا الملف. أنا أرد باختصار. باختصار أقول لك يعني أن العلاقة الإثيوبية السودانية متجاوزة عن مثل هذه التضليلات، يعني لا يمكن أن تؤثر هذه المزاعم وهذا التضليل الإعلامي ولا يمس بشيء من العلاقات الإثيوبية السودانية. هناك مصالح مشتركة وهناك استثمارات كثيرة هنا وهناك، فأن السودان يعني اعتباره من غير إثيوبيا واعتبار إثيوبيا من غير السودان من الاستحالة بمكان، لا يمكن بحال من الأحوال. فهذه المزاعم ستبقى هكذا تحلق في الهواء ولن تنزل على أرض الواقع. فلذلك وما يمكن أن نقوم به نحن أن نظهر وأن نقوم بحقيقة الموقف، وأننا كنا نعاني من غياب منبر ثقافي إعلامي عربي إثيوبي طيلة هذه الفترة، فلذلك سادت الرؤية غير جيدة وغير صحيحة بالنسبة للمشاهد العربي تجاه إثيوبيا. أما الآن والحمد لله مثل هذه المنابر، وأتوقع أن تكون هناك منابر أخرى كذلك، سنقوم بنداء ونسمع أصواتنا بأن هذه البلاد فعلا مظلومة وأن تاريخها المشرق لا يتناسب مع ما تروجه وسائل الإعلام المغرضة غير علمية. فلذلك فعلينا أن نركز على هذا، وعلينا أيضا أن نعمل
بالجد والاجتهاد لسد الفراغ الإعلامي الذي تعاني منه بلادنا. طيب دكتور، كان بودنا أن يستمر هذا اللقاء معك، ولكن نريد أن نختم معك برسالة توجهها إلى الشعوب الإفريقية، الشعب الإثيوبي والشعب المصري والشعب السوداني الأشقاء، رسالة مختصرة. أنا أوجه رسالتي من هذا المنبر أولا إلى الإثيوبيين، إلى أنفسنا، يعني بأن غياب اللغة العربية في وسائلنا الإعلامية كلفنا أن ندفع ثمنا غاليا، وجعلنا ينظر إلينا المشاهد العربي إلى إثيوبيا بصورة غير صحيحة نتيجة لما روجته الوسائل الإعلام المغرضة. جميل. فلذلك على الحكومة الإثيوبية والمؤسسات العلمية في إثيوبيا أن تهتم بهذه اللغة، وأن تجعل اللغة العربية لغة بحث وإعلام ولغة رسالة، وأن يكتب بها رسائل العلمية، سواء بحث التخرج ورسائل الماجستير والدكتورة، وكذلك أن تكون هناك مجلات تصدر باللغة العربية، وأن يكون هناك مركز للأبحاث باللغة العربية. فالرسالة التي نوجهها الرسالة التي نوجهها كذلك إلى الإثيوبيين، أنهم فعلا صاحب حق طبيعي شرعي، يعني فعليهم أن تتوحد كلمتهم كما توحدت الآن، وألا يدخلوا فراغا يمكنوا للآخرين استغلاله، الاستثمار والاستفادة من استغلاله بشكل سيء. لذلك فإثيوبيين في أمس الحاجة في أي وقت مضى، يعني الآن أن يوحدوا كلمتهم ويجمعوا كلمتهم ويوحدوا صفوفهم، وأن لا يتنازلوا من حقهم الطبيعي في هذا المال، وأن يبذلوا بكل نفيس وغال في تحقيق مشروع سد النهضة الذي سيضمن لهم للأجيال القادمة تكاتف مع قيادتهم. نعم، حتى الانسجام كذلك مع القائمين في تحقيق هذا. بالنسبة للإخوة المصريين كذلك والسودانيين، أن الشعب الإثيوبي يكن كل الاحترام والتقدير، حتى أنه يعتبر نفسه لا حياة له بدون السودان وبدون مصر. هكذا من صميم قلبنا ندعو ونرفع نداءنا أن إثيوبيا لا تخفي أي أجندة أخرى غير التنمية، فعلى الشعب المصري أن يطمئن، وعلى الشعب السوداني الشقيق كذلك أن يطمئن في هذا، وليس لدينا أي نوايا، كما أنهم لم يجدوا من إثيوبيا خلال تاريخها القديم والحديث أي إيذاء لا للمصر ولا في السودان، فكيف يليق بهذه البلاد التي سجلت صفحة مشرقة في تاريخها أن تغير نمطها وأسلوبها ومنهجها للإيذاء؟ أبدا، هذا لا يليق بهذا. فلذلك نقول على الإخوة وأشقاء المصريين والسودانيين الإعلاميين وباحثين أن يتركوا هذا النهج العدائي والصراعي في وسائلهم الإعلام، وأن ينهجوا منهج الصفاء والاندماج والتعاون، وهذا كل ما لدي. نشكر الدكتور محمد سعيد على هذا التواجد وهذه الإفادات التي أفاد بها لبرنامج السيادة، كما نشكر الناشط الإعلامي الإثيوبي حسن أحمد بعقاي. شكرا لكم ضيوفي الكرام، وفي أمان الله.